خبر حزين جدا عن الفنانة إسعاد يونس منذ قليل بالمستشفى، وبكاء شريهان وبيان الطبيب ورد فعل النجوم. أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس أن الإعلامية الشهيرة أجرت عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها على درج منزلها، وأوضحت الصفحة أن الأمر استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى بمدينة 6 أكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة لها، وهي الآن في مرحلة التعافي، ولكن حالتها الصحية حرجة جدا. وطلب القائمون على الصفحة جمهور صاحبة السعادة بالدعاء لها بالشفاء العاجل. ومن جانبه كشف الدكتور عمر سليمان أستاذ جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب بكلية طب جامعة القاهرة والطبيب المعالج للفنانة إسعاد يونس تفاصيل حالتها الصحية. وقال الدكتور عمر سليمان في تصريحات تلفزيونية: مدام إسعاد يونس وصلت المستشفى عندها آلام في الفخذ، والأشعة بيّنت أن عندها كسر في عظمة الفخذ، وعملنا لها تغيير كلي لمفصل الفخذ الأيمن، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول. وعن موعد خروجها من المستشفى قال الدكتور عمر سليمان: على حسب الحالة والتعافي والعلاج الطبيعي نتوقع ترجع قريب في وقت كويس. وتمنى عدد كبير من الفنانين والنجوم الشفاء العاجل للفنانة إسعاد يونس عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة شريهان اللي نشرت صورة لإسعاد يونس دعما لها عبر حسابها على تويتر معلقة: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شفاء لا يغادر سقما، اذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. وفي كل مناسبة تحرص شريهان وإسعاد يونس على الظهور سويا وتبادل تعبيرات الحب والمودة والعلاقة الطيبة التي تجمع ضرتيا ببعضهم البعض. صداقة نجمتيا شريهان وإسعاد يونس من القصص المثيرة في عالم الفن، حيث بدأت بصداقة ثم توترت علاقتهما فترة وقت زواج شريهان من نفس زوج إسعاد يونس، ثم صفحة جديدة يملؤها الحب الدائم والاحترام. فمنذ أصبحت ضرتيا لبعضهم البعض، وخاصة بعد إصابة شريهان بالمرض الخبيث، تحولت علاقتها لأخوة وصداقة دائمة. آخر فصول هذه العلاقة الجميلة بعد إصابة الفنانة إسعاد يونس بعد سقوطها على سلم منزلها وإجراءها عملية جراحية عاجلة لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض. ولم تكن الفنانة شريهان هي الوحيدة التي تمنت الشفاء العاجل للفنانة إسعاد يونس، بل وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة للفنانة والإعلامية إسعاد يونس بعد إجرائها مؤخرا لعملية جراحية. ونشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة لها مع إسعاد يونس عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت قائلة: حبيبتي الغالية وصديقة عمري الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ألف مليون سلامة عليك يا إسعاد، مصر كلها والعالم العربي بيدعيلك بالشفاء العاجل، الفنانة نبيلة عبيد. ونشر الفنان شيكو الذي قال في تعليق له على منشور إسعاد يونس: ألف سلامة عليك يا إيسو، تقومي بالسلامة. بينما قالت صبا مبارك: ألف سلامة عليك. وعلقت الفنانة كارمن سليمان وقالت: ألف سلامة على حضرتك، وإن شاء الله تقومي بالسلامة. فيما قال هيثم شاكر: ألف مليون سلامة عليك يا إيسو، إن شاء الله تقومي بالسلامة. بينما قالت الفنانة ميان السيد: ألف سلامة على حضرتك. وقالت ليلى زاهر:
ألف سلامة على حضرتك يا رب، تقومي بالسلامة. فيما قالت حلاشيحة: إن شاء الله تقومي بالسلامة وتبقي زي الأول وأحسن. وكتبت الفنانة علا رشدي تعليقا قالت خلاله: ألف سلامة عليك يا غالية يا حبيبتي. وعلقت الفنانة سوزان نجم الدين وقالت: ألف مليون سلامة على حبيبة الملايين، ربنا يشفيك يا رب وتقومي بألف سلامة. يذكر أن إسعاد يونس ستعود للدراما التلفزيونية في الموسم الرمضاني 2023 من خلال مسلسل كامل العدد، والمسلسل من نوعية الكوميديا الخفيفة، ويتكون من 15 حلقة، بطولة النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة. وكان كتب المسؤول عن حساب الفنانة إسعاد يونس الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام: أجرت اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على سلم منزلها، وأضاف: ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء العاجل.